الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أعتذر عن غيابي في الدرسين الماضيين. ومن عادتي إذا رأيت أنني مضطرا إلى الغياب عن البلدة، من عادتي أن أخبركم قبل ذلك، ولكن الذي جرى في هذه المرة أن سفري لم يتبين إلا في يوم الأربعاء، وكنت مضطرا أن أسافر في اليوم الثاني الخميس، ولذلك لم يتح لي في يوم الاثنين السابق أن أخبركم عن غيابي في هذين الدرسين. وعلى كل، فالإخوة الذين جاءوا إلى هذا المسجد ولم يجدوا درسا كتب لهم الأجر بإذن الله وتوفيقه، ذلك لأن الأجر على النية، وقد ورد في الصحيح: نية المرء خير من عمله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وبعد ذلك نعود إلى متابعة درسنا في باب القناعة والعفاف والاقتصاد، وهو الباب الذي بدأنا دراسته في آخر درس من دروس رياض الصالحين، يعني في الخميس قبل الماضي. استعرضنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وشرحناها شرحا موجزا، ثم ذكرنا الحديث الأول، وهو الحديث الذي يرويه حكيم بن حزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود فنتلو الحديث ونتمم شرحه إن شاء الله. قال حكيم بن حزام فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم
فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. الحديث متفق عليه كما قلنا. شرحنا قسما من هذا الحديث في الدرس الأخير، وأوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا جاءته غنائم، جاءته أموال، أن لا يبقي شيئا منها عنده، يوزعها بين المسلمين كلا حسب حاجته وكلا حسب وضعه ومدى ضرورته. وفي مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المال بين المسلمين، فأعطى نصيبه، أعطى لحكيم بن حزام نصيبه من هذا المال. يقول حكيم: فسألته المزيد فأعطاني، ثم سألته المزيد فأعطاني، ثلاث مرات. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيده في العطاء كلما طلب، إلى أن اكتفى حكيم. ولعله، أي لعل حكيما، لو طلب مرة رابعة ومرة خامسة لعله صلى الله عليه وسلم كان يعطيه. فلما اكتفى حكيم وأراد أن يمضي، بدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام فوجه إليه هذه النصيحة التي سمعتموها. لعلي قلت لكم إننا نلاحظ هنا أسلوبا تربويا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حكيم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يمنعه أبدا عندما طلب، أعطاه بادئ ذي بدء القدر الذي أراده رسول الله، ثم طلب المزيد فأعطاه، طلب المزيد فأعطاه ثلاث مرات. وأعتقد أنه لو طلب للمرة الرابعة أيضا كان يعطيه، أو الخامسة كان يعطيه. طيب، هذا الطلب بحد ذاته دلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه شيء مستبشع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب له هذا الطلب الزائد. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم ينصحه عندما طلب، ما دام الطلب الثاني والثالث أمرين مكروهين وغير محبذين؟ لماذا لم يبدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام نصيحته لحكيم عندما لم يكتفي بعطاء رسول الله الأول له وطلب منه المزيد؟ الجواب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو نصحه آنذاك لما فعلت نصيحته فعلها في كيان حكيم، ولما يعني حفرت في نفسه هذا العمق من التأثر. ذلك لأن الشيطان يوسوس، وقد يدخل في بال حكيم عندما منعه رسول الله الطلب الأول، طبعا والطلب الثاني، عندما منعه ولم يعطيه أكثر مما قد أعطاه في المرة الأولى، قد يخطر في البال أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستقي هذا المال لنفسه، وأنه حريص عليه
ولذلك ينصح. فهو ينصح حكيما بأن يذهب ولا يطلب المزيد من المال حتى يبقى هذا المال عند النبي عليه الصلاة والسلام. وعندئذ لا يمكن للنصيحة أن تؤثر في نفس حكيم رضي الله عنه أبدا. معنى هذا الكلام أن الذي يريد أن يعظ الناس وينصحهم بالقناعة ينبغي أن يكون هو أسبق منهم إلى القناعة، وإلا فلن تفيدهم نصيحته شيئا. الذي يريد أن ينصح الناس بالكرم والسخاء ينبغي أن يكون أسبق منهم إلى الكرم والسخاء، وإلا فلا يمكن لنصيحته أن تؤثر في نفوسهم شيئا. هذا المبدأ هو الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه. هذا العطاء المستمر المستمر ماذا يعني؟ يعني أو يترجم الكلام التالي، كأن النبي يقول له: هذا المال الذي تراه عندي لا يساوي عندي تراب الأرض، ولذلك فلا شأن لي به، أعطيه لك وللآخرين وللآخرين، تطلب خذ والمزيد خذ. عندئذ يتجلى لحكيم ولسائر الصحابة ترفع المصطفى عليه الصلاة والسلام عن المال وتساميه عن التعلق به. فإذا نصح بعد ذلك بأن يعف حكيم وبأن يكون بعيدا عن الطلب وبأن يكون من أصحاب اليد العليا بدلا من أن يكون من أصحاب اليد السفلى، عندما ينصحه بهذا الكلام نصيحته تدخل رأسا في سويداء قلبه. وهذا المنهج التربوي قلما نلاحظه في واقعنا وفي سلوكنا. لا يمكن للناصح الذي ينصح الناس بالالتزام بأوامر الله إلا أن يكون أسبق منهم إلى الالتزام بهذه الأوامر أيا كانت. ورد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أوصى أحد العلماء بأن يدعو الناس في دروسه وخطبه بعتق الأرقاء. كان هنالك في عهده أرقاء هم من ثمرات الحروب، ولذلك سبب ذكرناه في أكثر من مناسبة. فأوصى سيدنا عمر بن عبد العزيز أحد خطباء المساجد وعلماء المسلمين أن يوصي الناس بأن يعتقوا الأرقاء الذين هم تحت أيديهم. مضى أسبوعان وثلاثة أسابيع وأربعة أسابيع لم يتحدث هذا الرجل العالم، فيما بعد ذكر ونصح ونفذ وصية عمر بن عبد العزيز. فتعجب عمر من هذا التأخر واستدعى ذلك العالم وسأله: أنا طلبت منك هذا الطلب منذ عهد بعيد من أربعة أسابيع أو خمسة أسابيع، فلماذا أخرت الاستجابة إلى اليوم؟ قال له: يا أمير المؤمنين، ما أحببت أن أوصي الناس بأمر لم أفعله أنا، فانتظرت حتى أكرمني الله بما فاشتريت بعض الأرقاء وأعتقتهم، وعندئذ وجهت النصيحة التي أمرتني بها لعامة الناس. هذا العمل يبدو في نظرنا شيئا كبيرا جدا جدا، وأن هذا الإنسان ربما بلغ أعلى شأو من الولاية والصلاح. لا، هذا من المبادئ الأساسية في التربية ومن الأصول العامة في شروط دخول النصيحة في القلوب. لا يمكن
لنصيحة إنسان أن تجد رضا وموافقة وتأثرا من السامعين إلا إذا كان هذا الناصح متحليا ومتصفا بما يطالب به الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفرض هذا المبدأ على نفسه قبل الآخرين، على الرغم من أنه رسول، وعلى الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم لو استبقى هذا المال عنده لن يشك مسلم في أنه إنما يستبقيه للمصلحة، لأن نبوته معروفة ومقطوع بها. لكن هذا هو المنهج، لا بد من أن نطبق على أنفسنا ما نطلب تطبيقه على غيرنا. هذا هو المبدأ التربوي الذي ينبغي أن يسترعي انتباهنا. ولننظر الآن إلى أثر هذا المبدأ التربوي في نفس حكيم. قال له حكيم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لن أرزق أحدا بعدك، أي لن أطلب من أحد بعد هذا اليوم مالا. أقسم بالله الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أنه لن يطلب من أحد مالا إلى أن يفارق الدنيا، أي إلى أن يموت. ترى لو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه إليه هذه النصيحة رأسا أفكانت تؤثر فيه هذا التأثير؟ لا، ولكنه أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ليظهر أمامه تفاهة هذا المال. فلما أظهر تفاهة هذا المال جاءت النصيحة فحلت في مكانها المناسب. وننظر إلى حياة حكيم بعد ذلك، فنجده قد طبق هذا الالتزام بأدق معاني. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يطلب مالا من أحد، وجاءت خلافة أبي بكر، فكان هو الآخر يوزع الأموال على الناس ومن جملتهم حكيم، فلم يكن يرضى حكيم أن يأخذ شيئا. جاء عهد عمر، لم يكن يقبل حكيم بن حزام أن يأخذ شيئا من الحق الذي كان يعطيه عمر له، حتى إن الأمر استوجب أن يشهد عمر بن الخطاب الناس على أن حكيما لا يأخذ عطاءه، فهو يعيده إلى رأس المال ليبرئ عمر ذمته تجاه حكيم، يعني أنه لا يمنع حكيما حقا له، لكن حكيم هو الذي لا يأخذ. هل هذا يعني أن حكيم بن حزام أصبح من الأغنياء المترفين فترفع بسبب هذا الغنى عن الطلاق؟ لا، لم يكن حكيم من الأغنياء بالمعنى الذي نعلم، لكن الذي ملأ قلبه قناعة هذا الذي قاله له رسول الله، والذي قاله المصطفى من جوامع كلمه التي ينبغي أن لا تنسى. ثلاث كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم له بعد المقدمة. المقدمة ما هي؟ يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو. شبه المال بالفاكهة الطازجة، الفاكهة توصف بأنها خضرة حلوة. من مزايا الفاكهة الطازجة أنها تؤكل ولا يكاد الإنسان يشبع منها، فإذا تقادم العهد على الفاكهة زالت هذه المزية فيها. يشبه المصطفى عليه الصلاة والسلام المال بهذه الفاكهة، أي مهما جمعت المال عندك ومهما أكثرت من المال
وجمعت ثم جمعت فإنك لن تشعر بشبع أبدا. المال هذا شأنه، هكذا شأنه، مثل الفاكهة الخضرة الحلوة. وهذا المعنى كرره رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، واد من ذهب، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كلام رائع. الإنسان لا يشبع من المال مهما تكاثر لديه. انظر إلى المقياس، الوادي، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه الثاني، ولو كان له ثاني لابتغى إليه الثالثة، وهكذا. والزمن يؤكد صدق كلام رسول الله. والإنسان لا يقول: طيب ماذا أصبح بكل هذا المال؟ أنا إنسان فرد يقيم أودي أبسط وأقل من هذا بكثير. لا يقول الإنسان لنفسه هذا طبعا، وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي لا يقطع شرة الإنسان عن الطمع، لا يقطع أمله وطمعه في هذا المال إلا شيء واحد، الموت. وعبر عن الموت بهذه الكلمة: لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. عندئذ يدرك تفاهة المال. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضر حلو. مقدم. ثم ماذا قال؟ من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. الذي تناول المال الذي يأتيه من عند الله بنفس سخية، أي بنفس مهيئة للبذل، للعطاء، للكرم، لتوزيعه على المحتاجين من الناس وعلى أهله وأولاده أيضا دون إسراف ولا تقتير، الذي يأخذ المال بهذه النفسية يبارك الله له في ماله. والبركة معنى قدسي كبير قل من يعرفها، سنتحدث عنها. لكن بالمقابل من أخذه بإشراف نفس، الكلمة الثانية، من أخذه بإشراف نفس أي بتكالب وبهيمنة على المال وببخل وشح، بهذه النفسية أخذ المال، لم يبارك له فيه، أي لن يستفيد من هذا المال أبدا، وسنشرح كما قلت لكم ذلك. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي كالذي يشرب ماء مليح، كلما ازداد من هذا الماء شربا كلما ازداد فما، هذا شيء معروف. فالمال بالنسبة لهذا الشحيح بالنفس المستشرفة كذلك. هاتان الكلمتان هما اللتان وجههما رسول الله لحكيم، ثم ختمهما بالكلمة الثالثة: واليد العليا خير من اليد السفلى. لكن قبل أن نصل إلى كلمة اليد العليا واليد السفلى، ما هي البركة؟ كلمة البركة أيها الإخوة يعني من أكثر الكلمات تردادا على الألسن، ومن أكثر الكلمات طرقا للآذان أيضا، يعني ما في أكثر من كلمة البركة والبركة والبركة إلى آخره. ولكن في الوقت ذاته كلمة البركة هذه لها معنى هو من أخفى المعاني على الناس. كثيرون هم الذين سقط معنى هذه الكلمة في أذانهم منها، يعني يقول: الله يبارك لك بهذا المال، نعم، والله تباركنا بفلان، نعم، هذا العمل فيه بركة، مجلس مبارك. لكن لو سألت يعني ما معنى المبارك، ما معنى البركة، كلمة تقليدية تساقطت المعاني الكامنة فيها منها، أصبحت كلمة تردد، لكن لها معنى كبير وجليل. كل شيء خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا له مظهر وله سر،
يعني له شكل تراه وله مضمون هو سره الذي يستفيد منه الانسان لا تراه. كل شيء، مثلا الشمس المشرقة لها مظهر، هذا المظهر الذي تراه، وللشمس سر خفي لا تراه، هو هذه الحياة التي تبعثها الشمس في كل المكونات التي تشرق الشمس عليها. هذه الحياة التي تنبثق من الشمس هو سر الشمس، هو سر الشمس. ولو أن هذا السر انعدم من الشمس لكانت الشمس مظهرا لا قيمة له. النبات مظهر تراه العين وفيه سر، هذا السر يتمثل في الشفاء الذي أودعه الله فيه، أو في الغذاء الذي أودعه الله عز وجل فيه، أو في العبق الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. ولو أن هذا السر انفصل عنه لما كان لهذا النبات من قيمة. الوردة أو الزهرة التي تراها عيناك وتتمتع بها لها مظهر، وهذا المظهر الجميل الذي تراه، ولكن من وراء هذا المظهر في هذا الزهرات السر. ما هو سره؟ هذا العبق الكامن في داخل الزهر. الماء الذي يتساقط ويهطل من الغيوم والسحب فيه مظهر، المظهر النقط التي تنزل، ما معروف في سر. ما هو السر؟ هو المعنى الخفي الذي به تحيا الأرض. عندما تهطل الأمطار من السماء إلى الأرض تتحول الأرض من موت إلى حياة واخضرار، وهكذا كل شيء فيه مظهر، وفي داخل هذا المظهر مخبأ في داخله سر. بركة كل شيء سر، سر بركة الشمس هذا السر الكامن فيها، بركة الماء هذا السر الذي به تتم الحياة، بركة الزهر والورد ونحو ذلك هذا العبق الكامن فيه، هذا هو البركة. كذلك المال، المال عندما تعده هذا مظهر، بركة هذا المال سره، وسره هو المعنى الذي من أجله يسعد الإنسان بالمال. عندما تجمع المال تجمعه ليحقق غاية في حياتك، هذه الغاية هي السعادة، هي أن تعيش سعيدا في ظل هذا المال. هذا السر هو بركة المال. كل شيء، الحياة الزوجية في مظهر يتمثل في علاقة بين زوج وزوجة، لكن بركة هذه العلاقة الزوجية الأنس الذي يشيع بينهما، والمودة التي تتنامى فيما بينهما. ولذلك الرسول قال لعلي وفاطمة بارك الله لكما وبكما وعليكما. هذه القاعدة مستمرة تنطبق على ملايين ملايين الأشياء. إذا عرفنا ذلك أن قيمة ما قد خلقه الله من مكونات لا تكمن في مظاهرها، وإنما تكمن في أسرارها. المال من هذه الأشياء، فالرجل الذي يجمع المال مستشرفا بنفسه على المال، مهيمنا على المال بشحه وبخله، فإن من عادة الله عز وجل أن يفصل هذا المال عن سره. امتلك مالا لكنه لم يمتلك سر هذا المال، ومن ثم فإن هذا المال لا يسعده ولا يحقق له غايته. ومثال ذلك أن تجد زيدا من الناس قد امتلك بسعيه وعمله الملايين من حل وحرام مثلا،
لكن انظر اليه وعش معه في دخائل نفسه، وانظر الى دخيلة امره في بيته، تجده شقيا، تجده يجتر آلاما، تجد المشكلات بينه وبين اهله مستمرة، تجد الامراض تتنقل من فلان الى فلانة الى فلان وهكذا، تجد دوامة القلق تتنقل في داخل هذه الاسرة. وانا لا اتخيل، وانما اصف واقعا، ولا اصف واقعا لا اعبر عن الاسماء، لان الله امر بالسر. هذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي ياكل ولا يشبع، لم يبارك له، يعني لن تجد فائدة لهذا المال. مثل ذلك تماما المال الذي جني من حرام، المال الذي اخذ بالغش عن طريق الاحتكار، عن طريق التلاعب بعقول الناس، عن طريق الربا المحرم. هذا المال يدخل بيت الانسان وكأنه طعام مسموم، او كأنه جسم قد تغلغل فيه مرض ذو عدوى. هذا المال عندما يدخل هذا البيت كأنه جراثيم، تنتشر هذه الجراثيم في انحاء هذا المنزل، ولذلك تجد ان هذا المال لم يفد صاحبه. كم من مال دخل وكان هذا المال غطاء لمصائب، غطاء لآلام، أعطي لمستشفيات، أعطي في سبل شتى، ولكنها لم تثمر أي سعادة لصاحب هذا المال أبدا بشكل من الأشكال. في ناس لا يدركون ما أقول، يؤخذون بالمظاهر، يعني أنا أقول هذا الكلام، ربما بعض منكم يقول: طيب فلان هذا الذي لا نراه إلا وهو يركب أعلى وأرفع السيارات، لا نراه إلا وهو في أجمل المظاهر، لا نراه إلا وهو يبتسم، طيب كيف أتصور أن هذا شقي وليس بسعيد؟ هذه الصور ما ينبغي أن تغر الإنسان العاقل، اخترق هذه الصور وانظر إلى دخيلة نفسه، تجد مصداق ما أقول. اللهم إلا إن كان هذا الإنسان من النوع الأول، أي من الذين قال عنهم رسول الله: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. نعم، هؤلاء البسمة التي على أفواههم وشفاههم تعبير عن السعادة التي في قلوبهم. ولو أنك دخلت إلى سرائرهم لو وجدت مصداق هذا الكلام. ولكن قليلون هؤلاء، هؤلاء الذين يتعاملون مع المال بسخاوة نفس قليلون جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم. من المؤلم جدا أن كثيرا من المسلمين يتعاملون مع مكونات بمظاهرها، ولا يتعاملون مع أسرارها بشكل من الأشكال. لا يتعاملون مع أسرارها، يعني نحن نخدع بالمظاهر، بالمظاهر من كل شيء، بالمظاهر من كل ما يمكن
أن يتصوره أحدنا أداة لسعادة أو خير أو نحو ذلك. حتى أمور الدين نحن نتناول منها الصور والأشكال ونبتعد عن المعاني والأسرار. هذا واقع كثير من المسلمين اليوم. عباداتنا نقطف منها الصور ولا نأخذ منها الأسرار والمعاني. دعوتنا إلى الله عبارة عن ألفاظ براقة وكلمات جميلة وديباجات حلوة وبلاغة ونحو ذلك، ولكننا لا نتعامل مع أسرار الدعوة التي بها يتحقق التأثير. أمورنا الفقهية التي نتعلمها نتعلمها كمهنة ونمارسها كوظيفة، ولكننا لا نبحث عما فيها من أسرار عبودية الإنسان لله. وعلى هذا فقس كثيرة هي الأمثلة التي يمكن أن أضربها بهذا المضمون. يعني المثل أريد أن أقول ليست خاصة بالدنيا، ليست خاصة بالتجار، بل هذا الذي نقول ينطبق أيضا على المسلمين الذين يتعاملون مع الله بالأحكام والمبادئ والدعوة ونحو ذلك. هؤلاء ينطبق عليهم هذا الكلام أيضا. لماذا لا تفيد الدعوة إلى الله؟ لماذا لا تفيد الكتب الإسلامية وهي تملأ المكتبات شرقا وغربا؟ لأن كتابها أو جل كتابها يتعاملون مع هذا الجانب الديني بالصور والأشكال لا أكثر من ذلك. الفقهاء كذلك الذين يتلاقون ليتكلموا في أمور الدين كذلك. وإذا كان المسلمون على هذه الحالة يطوفون في الأطر ولا يدخلون في أعماق الأسرار ليتعاملوا معها لن يستفيدوا من أعمالهم شيئا. وذات مرة ضربت مثالا بشيء لا أزال أذكر هذا المثل ولا أنسى. كنت ذات يوم في غرفتي في المنزل أكتب أو أقرأ لم أعد أذكر، وشعرت بنحلة تجوب أطراف الغرفة. كان في زاوية من زوايا الغرفة مجموعة أزهار اصطناعية. اتجهت هذه النحلة بسرعة إلى تلك الأزهار. استرعى ذلك انتباهي، قلت هذه النحلة لقد اغترت بمنظر الأزهار فشدت نفسها إليها، ترى ماذا عسى أن تصنع؟ وقفت على زهرة منها، ثم قفزت منها إلى الأخرى، ثم قفزت إلى ثالثة فرابعة، ثم إنها تركتها وابتعدت عنها ولم تعد إليها ثانية قط. تأملت في بعد الشقة بين الإنسان المفكر وهذا الحيوان. هذا الحيوان رأى هذا المظهر من بعيد فحسبه مظهرا يدل على سره، ظنه زهرا حقيقيا فيه عبقه. فلما تفحصه عن قرب وعلم أنه مظهر لا سر فيه تركه نسيا منسيا ولم يعد إليه أبدا، لم يعد يخدع به. أما نحن فواقعنا على النقيض من ذلك تماما، إلا من رحم ربك وقليل ما هم.
المال نتعامل معه بشرط ان تتفحص هذا المال فتعلم انه يسعدك وانه يحقق لك امالك. الحياة الاسرية التي يقيمها الانسان في بيته من بيت يسكنه، من اثاث يجمعه، من زوجة يركن اليها، كل ذلك جيد، لكن لا تبحث عن المظاهر فقط، ابحث عن اسرار المظاهر، ابحث عن اسرار المظاهر. واسرار المظاهر اين تكمن؟ تكمن في ربط هذه الصور بمصورها بالله سبحانه وتعالى. فاذا كان هدف الانسان من الدار الذي يسكنها ان يحقق رضا الله عز وجل وان يعيش الحياة التي اختطها له الله سبحانه وتعالى، سيجد في هذا الدار بركته. واذا كانت صلته الزوجية قائمة على هذا الهدف ذاته، فلسوف يضع الله سبحانه وتعالى له في هذه العلاقة الزوجية بركته. واذا كان هدفي من الدعوة الى الله عز وجل ان ارضي الله سبحانه وتعالى وان اتقرب واقرب اخواني الى صراط الله سبحانه وتعالى دون غرض نفسي ودون هدف عصبي، هدف العصبية، ودون رغبة في الزعامة او نحو ذلك، فان هذه الدعوة يضع الله فيه بركتها، اي يضع الله فيه فيها سرها، وعندئذ الناس يتأثرون. لكن عندما اتعامل مع مظهر الدعوة ويكون الهدف دنيا، يكون الهدف زعامة، فانا عندئذ كالنحلة الغبية لو وجدت نحلة غبية، او كالنحلة المغفلة لو وجدت نحلة مغفلة، تركن الى زهرات اصطناعية وتسكن معها، لكنك لن تجد في عالم النحل نحلة مغفلة بهذا الشكل. اما نحن فكثيرون هم الذين يتعاملون بهذا الشكل وبهذا النهج. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. ما في أرق من هذا الكلام. ما قال له لا تسأل ابدا، ما قال له يعني كن عزيزا، في جرح بهذا الكلام، في إيلام بهذا الكلام. بعد ما قال له المقدم ان هذا المال خضرة حلوة، ومن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كأنه قال طيب تريد كمان لك شغلة تانية، ترى احفظها مني، اليد العليا خير من اليد السفلى، بتم اليد العالية افضل من اليد المنخفضة. كلام فيه تلميح وفيه اشارة وفيه لباقة وفيه ذوق عالي وليس فيه اي جرح. اذا بدك تحكي لواحد من الناس لا تسأل، ليش هيك عم تذلل حالك بالمسألة؟ ما في يعني ما في ابشع من هالكلام، في اساءة له، عم تجرحه. لكن عندما تقول له هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تضعه امام قاعدة، لا اميل ولا لا تعمل، تضعه امام قاعدة تقول اليد العليا خير من اليد السفلى، انتهى الامر. معنى الكلام اي ان اليد المعطية اقرب الى رضا الله واقرب الى محبة الناس من اليد الاخذة. كنا عن اليد المعطية باليد العالية، وكنا عن اليد الاخذة باليد السفلى، اشارة وبدون جرح الى ان السائل دائما هو في المرتبة الادنى، والمعطي هو دائما في المرتبة الاعلى، حتى ولو كان هذا المعطي متواضعا، حتى ولو كان عندما يعطي يجعل يده في المرتبة الدنيا والآخر يقول هكذا، لكن دائما المعطي في قلوب الناس
هو الأعلى، والآخر في قلوب الناس هو الأدنى. هذا ما يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول إذا كان الموضوع لك خليك، لك خليك معطي، لا تخلي، لا تجعل نفسك آخذ. هكذا تأثر سيدنا حكيم بن حزام بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام فيه إشكال أيها الإخوة. ربما قال بعض منكم طيب، وهل في يعني طوق الإنسان وقدرته أن يكون ذا يد عليا لا أن يكون ذا يد سفلى؟ يجوز ما بيقدر، لأنه قد يفهم أحدكم من هذا الكلام أن اليد العليا هي يد الغني وأن اليد السفلى هي يد الفقير. طيب الغني مو بإيده صار غني، والفقير مو بإيده صار فقير، والفقير لو بيطلع بإيده ما افتقر. لا علاقة بين اليد العليا والغنى أبدا، كما لا علاقة بين اليد السفلى والفقر أبدا. رب يد معطية وصاحبها فقير، ورب يد آخذة وصاحبها غني. هذا ما يعنيه عليه الصلاة والسلام. من الذي قال إن اليد لكي تكون عالية بالعطاء لا بد أن يكون صاحبها غنيا؟ نحن نعلم كثيرا من الفقراء تمتد أيديهم بالعطاء أكثر مما تمتد أيدي أغنياء تعرفونهم بغناهم في هذه البلدة. فهذه القاعدة غير موجودة بشكل من الأشكال. بل في الغالب أن الإنسان ذو الدخل الوسط أو الأقل من الوسط يكون تعلقه بالمال أقل، فإذا كثر المال عنده ازداد تعلقه بهذا المال. هذا هو الغالب، إلا إذا تطهر الإنسان بالتربية الدينية من هذه الشوائب. فدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي أن يكون الإنسان غنيا أو فقيرا صاحب يد عليا. اجهد جهدك وابذل كل ما في وسعك أن تكون من المعطين، وابذل كل ما في وسعك أن لا تكون من الآخذين، أي أن لا تكون من السائلين. أما أن يأخذ الإنسان بدون سؤال فهذا شيء آخر. من رد شيئا بدون استشراف ولا مسألة فكأنما رده على الله. من جاءه مال أو شيء بدون استشراف بدون سؤال يعني ما ينبغي أن يرده. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عن من يسأل، هذا هو المراد باليد الآخذة. ومن هنا قال العلماء إن المسألة لا تحل لذي مرة سوي. الإنسان الذي يتمتع بقوة وقدرة على العمل لا يحل له أن يسأل أبدا. طيب لعله لا يعمل، يعمل أو لا يعمل؟ إذا كان يعمل وعم يسأل عن بينه، وإذا كان ذو مرة يعني قوي وسوي وما عم يعمل فهذا إنسان مجرم في قرار الفقهاء، وينبغي أن يخرج من دائرة المجتمع الإسلامي. يعني إنسان قوي قادر على أن يتحرك ويذهب ويأتي ويعمل، وتجده هكذا عالة على أهله أو أقاربه أو المجتمع، هذا إنسان يرتكب لا جنحة بل جريمة في حق المجتمع وفي حق الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.